السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. بس النهاردة من غير إكسل ولا حاجة، النهاردة أنا جاي عشان أقول لكم على حاجة سريعة جدا. زي ما أنتم عارفين اليوتيوب عنده إمكانية إن إحنا ممكن يكون عندنا في القناة مش بس مشتركين، يكون في مشتركين وأعضاء. وأنا بصراحة بقالي مدة بفكر إذا كنت أفعل موضوع العضوية ولا لأ، وأخيرا قررت إن أنا هشغل موضوع العضوية ونسمح إن يكون في أعضاء عندنا في القناة. طبعا العضوية دي هتكون مقابل اشتراك رمزي، هيكون ليها اكتر من مستوى. المستوى الاول هيتيح ليك ان انت يجيلك رد سريع على الكومنتات بتاعتك، وكمان تقدر تشوف الفيديوهات اللي بننزلها 7 ايام قبل ما تكون متاحه لبقيه المشتركين. مش كده بس، في مستوى تاني للعضويه، وده بالاضافه لاول ميزتين اتكلمنا عنهم، هيتيح ليك كمان ان انت يكون في فيديوهات خاصه تنزل بس للاعضاء في المستوى التاني، ومش هتكون متاحه لبقيه المشتركين. واكتر من كده كمان، هيكون ليك فرصه مره في الشهر ان احنا نتقابل ونعمل بث مباشر ونتكلم فيه مع بعض، نناقش موضوع معين وناخد اسئلتكم ونجاوب عليها. ومش كده وبس، هيكون كمان المناقشه دي والاسئله والحوارات اللي هتدور بينا هتكون هي اللي بتشكل او بتاثر في تشكيل محتوى القناه في الفترات اللي بعد كده. وطبعا ده بالنسبه لي شيء مهم جدا، لاني هقدر اعرف الناس محتاجه ايه، وده هيساعدني ان انا احاول اوصل للناس الحاجات اللي هي محتاجاها. طبعا فكرة العضوية في الأساس هي معمولة علشان يكون في تواصل أكتر لمجموعة خاصة، وأنا بالنسبة لي المجموعة الخاصة دي هتكون المجموعة اللي عندها حرص أكتر على التعلم وعايز تستفيد بشكل جدي أكتر. عشان كده فعلنا موضوع العضوية، ولكن إن شاء الله ده لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المحتوى اللي إحنا بنقدمه للمشتركين بصفة عامة. فهنكمل في كل السلاسل اللي شغالين فيها، هنكمل في سلسلة الباور بيفوت، هنكمل في سلسلة الأدفانسد باور كويري، هنكمل في كل الأفكار والخريطة اللي كنا رسمينها للقناة بشكل طبيعي. ولكن بالعكس، يمكن موضوع العضوية ده هيتيح تواصل بشكل أفضل لمجموعة من الأعضاء، وده هيساعدنا إن إحنا نطور المحتوى ونوصل للناس الحاجات اللي هي محتاجاها. شكرا جدا لوقتكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.